موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 وجدول المرتبات الجديد. كشفت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 للمواطنين والعاملين بالجهات الحكومية والوزارات، وذلك بعد زيادة المرتبات الأخيرة التي تم تطبيقها منذ شهر أكتوبر الماضي. وتحدد موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 ليكون بدءا من يوم 14 ديسمبر، بينما يتم صرف المتأخرات يومي 17 و11 من الشهر ذاته. يوافق يوم الأحد 24، يوافق يوم الاثنين 25، ويوافق يوم الثلاثاء 26. أول أيام وثاني أيام وثالث أيام صرف مرتبات شهر ديسمبر.